أكد المحلل السياسي والقانوني واثق العلواني في تصريح للرشيد فشل لجنة تقصي الحقائق في كشف مرتكبي الانتهاكات بحق المتظاهرين، مشيرا إلى أن تشكيل قوات حفظ القانون جاء لذر الرماد في العيون. لجنة تقصي الحقائق التي شكلت من قبل القائد العام للقوات المسلحة لمعرفة من الذي قام بإطلاق العيارات النارية أو أطلاق الرصاص على المتظاهرين القناصين وغيرهم، وبعض المراقبين قالوا أنهم ميليشيات تنتمي لجهات ودول أخرى. يا سيدي الفاضل، اليوم ما العيب لو وضع القائد العام للقوات المسلحة تشكيل خاص لحماية المتظاهرين؟ كلنا نعرف أنه ذر الرماد في العيون وليس بتشكيل جديد.